الأبد مريم اللي في عمره 19 سنة كتقرا في مدرسة دعلي الفاسي واحد الواجهة مسمية الفرصة الثانية. الله يجازيكم بخير. أنا كنبحث على الإبنة ديالي، راه هي غابت من نهار الأربع إلى يومنا هذا. مشينا للمدرسة نهار الثلاثاء عاديين، دفعت الوثائق ديالها نهار الأربع، يعني بغيت نيضها في الصباح، ملي بغيت نيضها بتجي 8 وقسم كنجبر يدك والله ما كنلقاها شي مرة نهائيا. مشيت للمدرسة رجعت قالوا لي ما جاتش، رجعت مرة ثانية دخلوا الأساتذة القسم ما كاينش شي مرة. دابا الله يجازيكم بخير، اللي شاف هاد البنيته واللي شاف هادشي هذا زعما يخبرنا، الرقم ديالي غادي ينزل ان شاء الله. يعني لو كانت مع شي فرد من الافراد او لا من شي ناس من الجماعه يأنبوا بالضمير ديالهم ويقولوا بان راه هاد البنت هادي هي عندها الاب ديالها والام ديالها، راهما يعني اقسم بالله يا الاخوان يا الشعب المغربي، والله يا اخي لو كنتوا تشوفوا الدار فهي بحال جنازه، لا نعاس لا ماكله لا شراب لا حتى شي حاجه، ولاول مره هي كتعمل هذه الطريقه هذه. والبنت درويشه، البنت يعني ما عندهاش يعني مع المخالطه، والله سيدي ولا كتخرج ولا كتمشي، شي حاجه غامضه انا ما نقدرش نعلم عليها، ولكن العائله انا كنقول لك في المدرسه ما عندها مشاكل، في الحومه ما عندها مشاكل حتى مع شي واحد، يعني شي حاجه غامقه في الدماغ ديالها او لا شي مسائل الله اعلم. ولكن كنشدى وكنطلب منا ابنتي الله يرضى عليك ترجع عند الدار ديالكم، ترجع عند الدار ديالك وعند باباك ويماك، يعني باك رجل متفاهم وباك ما عمره يعني خسر لك شي حاجه وما عمره ضربك ما عمره قال لك حتى شي مسائل ديال الكلمه ديال العيب. واللي كنبغي نقول لك راه اي حاجه كتوقع مثلا غنقولوا مثلا الصداع، صداع في اي دار، العصب في اي دار، المسائل كتوقع في اي اشياء، هذه هي سنه الحياه. ولكن ابنتي الله يرضى عليك هادشي اللي عملتيه راه ما صالح لك شي، ما صالح لا ليك لا لنا لا جميع المسائل. تينا عندك واحد الاب متفاهم وعندك واحد الاب يعني كيشرح لك وكيوريك جميع المسائل وكيزودك بالنصائح، والام ديالك راه هي مريطه بزاف، راه ما شاء الله الام ديالك راه هي مرطت بزاف الصراحه هي دي. انا طبيعه الحال، وانا انتينا كتشوف المرط ديالي انتينا عارفه بنتي مرط السكر وعاد زيدني، والحاله اللي حنا فيها في الدار مع اللي انتينا كتعرف شني كاين وعاد زيدني عود، يعني ما شاء الله. يعني لو كنت كنعمل لك شي حاجه او لا مثلا يعني كنضربك او لا كنغوت عليك بزاف او لا شي حاجه نقولوا بعدا راه لابد مني انا، راه انا هو السبب، هو السبب ديال المشاكل. انا يعني لا بغيتي يا بنتي تعمل حياتك شي حاجه، انا الاب ديالك استشار معايا، راه الاشاره هذاك يعني كيبقى شغلك، واي مساله استشار مع باك راه هو غادي يوريك جميع الطرق. ولكن كنزيد النشيد وكنزيد نخاطب مع اي واحد كانت مهما كان فرد او جماعه، الله يجازيكم بخير، يأنبوا الضمير ديالو. ورا النمره الحمد لله راه هي بيد عارفه النمره ديمها والنمره دباباها، وانا عنزل النمره، وهاد الناس هادو يعني تا هما يأنبوا من الضمير ديالو ويحسبوا بان تا هما اولادهم. اي واحد من الفرد يعني لا مشى له اي شي حد من الاولاد ديالو راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اقسم بالله يا خوتي كندخل دابا الدار كنجبر الدار كحله، يعني كتعمل هيدا ما كتجبر والو، كتعمل هيدا ما كتجبر والو. يعني مريم يعني لو كنا عملنا لك بنتي شي حاجه ماشي هي هذيك، راه عندك الحق، حنا ما عملنا لك حتى شي حاجه، حتى فاجاتينا بهذه الطريقه هذه، واحد المفاجاه يعني ما كانتش في الحسبان. وانا بنتي كنعمل فيك الثقه التامه، كنعمل فيك الثقه كبيره بزاف، ولكن المسائل ضد الصداع مثلا شي مسائل عاديه دي اي واحد، المشاكل اي دار فيها مشاكل، لو كان هذا الاب ديالك كيضربك كيتعدى عليك كيكرفصك كيكذا نقولوا بعدا، يعني او الام ديالك كذلك يعني. والحمد لله حنا انتينا كتعرف الوضعيه ديالنا، ناس فقراء يعني مساكن ما شاء الله، دابا ربي سبحانه وتعالى يسر الامور
وكنطلبك ابنتي اقسم بالله والله ما تطير منك شعره ولا اديك شي واحد مادام بابك معاك ما تخاف تمشي حاجه. بغيتي تجي عندي للخدمه انت كتعرف الخدمه ديالي، بغيتي عاود تمشي عند ماماك انت كتعرف ماماك فينيه، وعلى الاقل بعدا عيط عليه في التليفون وعيط لنا ماماك ولا عيط لي بعدا عين تاكدوا. ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله، وكنناشد المواطنين وكنخاطب المواطنين الله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا والله يعاونكم. وحنا كنعرفوا بان راه المواطنين بالسراء والضراء والحزة تيدا راه كيوقفوا الوقفه رجل واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.